ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، يعني لا أعلم كيفيتها ولا مثليتها، وإنما هذا من علم الله جل وعلا. لا يعلم كيفية صفاته إلا هو، ولا يعلم كيفية ذاته إلا هو سبحانه وتعالى، لا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. نعم. ولا هم يعلمونه، يعلمون ربهم وأنه هو ربهم وخالقهم، يعلمون وجوده وكماله، لكن لا يحيطون به، لا يحيطون به. نعم.